في إطار البروتوكول الموقع بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة موانئ دبي العالمية دي بي، وضمن مبادرة العودة إلى المدارس التي تم إطلاقها واشتملها البروتوكول إلى جانب فعاليات أخرى، تم تسليم طرود الأدوات المدرسية إلى طلاب الأسر المستحقة بمحافظة أسوان، بعد أن سبقها توزيع مثل هذه الطرود بعدد من مراكز محافظة الأقصر. التحالف الوطني للعمل الأهلي هو قائم على تنظيم تدخلات التنمية بشكل يحقق عائد ممتاز وكفء لكل الموارد المتاحة. ضيف عليه كمان أن يكون في شراكة استراتيجية مع موانئ دبي بتمتد في أثارها، مش بس توزيع لبعض من الشنط والهدايا ومستلزمات الطلبة، ولكن دي بداية احنا قريناها كده، وده اللي أكدوا عليه زملائنا من موانئ دبي، أن دي بداية بتحقق إيه؟ بتحقق يعني فكرة مهمة جدا، أن العمل التنموي ملوش حدود خالص، العمل التنموي ممتد، وأن العمل التنموي محتاج تنسيق جهود. لو توفرت الإرادة السياسية لدعم التنمية، وده موجود في التحالف الوطني للعمل الأهلي، وتوفر كمان الفكر والنظام في التعامل مع المبادرات اللي بتقوم بيها منظمات المجتمع المدني، وكمان شراكات قوية زي التحالف الوطني وموانئ دبي، يبقى أنت عندك هنا معادلة ناجحة هيمتد أثرها لما بعد اللي احنا شايفينه النهاردة داخل القاعة، وهيمتد أثرها في نواحي التنمية اللي أسوان ومحافظة أسوان ومدينة أسوان أكيد بترحب بيها. آلاف الحقائب المدرسية والمستلزمات التعليمية تم توزيعها على طلاب محافظتي الأقصر وأسوان بهدف المساهمة في تحسين أدائهم الدراسي وزيادة فرصهم في تحقيق النجاح. احنا اخترنا المدارس بناء على الأطفال الغير قادرين والدمج اللي هو ذو الاحتياجات الخاصة والأيتام، ده بمشاركة اللي هو الحياة الكريمة مع التحالف الوطني مع دي بي وولد. فاحنا يعني عملنا كشوفات وشفنا الاكثر احتياجا في المدارس، وبناء عليه جبناهم النهارده عشان يستلموا اللي هو مبادره راجعين نتعلم. وتاتي مبادره العوده الى المدارس في اطار جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ومؤسسه موانئ دبي العالميه لدعم العمليه التعليميه في مصر ولا سيما في المناطق الريفيه. مبادرة العودة للمدارس تنفيذ من مؤسسة ديب وورلد الخيرية، هاي مبادرة عزيزة علينا، طبعا ركزنا على التعليم لأن التعليم أساس المجتمع، والحمد لله توزيع الأدوات المدرسية لأبنائنا كمبادرة مبدئية عندنا في مؤسسة ديب وورلد الخيرية، وإن شاء الله لنا مبادرات ثانية في محافظات ثانية. احنا بدينا في مبادرة في محافظة الأقصر ونهيناها ختمناها في أسوان. بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، جاء توقيع البروتوكول وما يشمله من فعاليات بين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة موانئ دبي العالمية، في ظل شراكة لتعزيز التعاون المشترك والتنسيق في مختلف المجالات. سوزان مصطفى، النيل للأخبار.